بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا بشرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد توقفنا عند باب الأذان إذ قال رحمه الله تعالى: وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تشاح الناس يعني تخاصموا، كل يريد أن يؤذن حبا منهم في الخير. فأقرع بينهم، وهذا في القادسية وهي المعركة المشهورة بين المسلمين والفرس في المدائن أو في العراق. فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي كان يقود المسلمين في حرب القادسية. نعم. وخطب ابن عباس في يوم ذي ربخ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. نعم. ابن عباس رضي الله عنه لما أذن المؤذن في يوم ذي ردغ يعني مطر، بدل أن يقول حي على الصلاة قال: صلوا أيها الناس في رحالكم، يعني في منازلكم، رفقا بهم من بلل المطر والبرد. فاستنكر عليه بعض الناس، أو نظر بعض الناس إلى بعض استنكارا لهذا، فقال رضي الله عنه: فعل هذا من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا العمل، وأن هذا العمل من السنة عند الحاجة إليه. نعم. وفي رواية عند البخاري: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. صلاة المغرب لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلون نافلة. يستحب أن يصلي قبل صلاة المغرب ركعتين إذا أذن المؤذن. كان الصحابة يعملون هذا، فإذا أذن المؤذن كانوا يبتدرون السواري، يعني ليصلوا إليها، صلوا إليها سترة بينهم وبين القبلة، فكانوا يبتدرونها يعني يتسارعون إليها. فدل هذا على مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، دل على استحباب ذلك وأنه ليس بواجب. نعم. ولمسلم عن أنس: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. كان يرانا نصليهما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا ولم ينهنا. كأنه لم يبلغ الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، قال في الثالثة لمن شاء. نعم. وعن عبد الله بن المغفل مرفوعا: بين كل أذانين صلاة،
ثلاثة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. بين كل أذانين، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، بينهما صلاة مستحبة، لأنه قال في المرة الثالثة لمن شاء، فدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. نعم. وعن أبي قتادة مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. نعم، القيام للصلاة إن كان الإمام حاضرا فإنهم يقومون معه، وإن كان غائبا فلا يقومون حتى يحضر الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقومون حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا إلى جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. نعم، هذا في دليل على أنه لا بأس أن يتكلم الإمام بين الأذان والإقامة في الأمور العارضة، وأنه ليس من شرط الأذان أن تقام الصلاة بعده مباشرة، بل يجوز أن يفصل بين الأذان والإقامة، لا سيما إذا كان هذا الفاصل لحاجة. نعم، وإجابة سائل ونحو ذلك. نعم. وعن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص الثقفي من ثقيف، وكان شابا من شباب أهل الطائف، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هو وجماعة، وأعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في أنه قال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني لا يشترط الأجر. أما إذا أعطي ما يعينه على التفرغ للأذان فلا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان هذا العطاء من بيت المال فلا بأس بذلك، لكن أن يقول لا أؤذن حتى تعطوني كذا من الأجر هذا لا يجوز، ولا يصح أذانه أيضا، لأن القرب لا يشارط عليها الأجر. وسمع الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله، ومن يصلي وراء هذا. نعم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه متابعة المؤذن، أن من سمعه يتابعه ويقول مثل ما يقول، إلا عند الحيعلتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولأبي داود في سننه عن ابن عمر ومرفوعا: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قاله لرجل قال: إن المؤذنين يفضلوننا. نعم، رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤذنين يفضلون على غيرهم، وهم يريدون أن يتسابقوا إلى الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: قل مثل ما يقول، يعني تابع المؤذن ولك من الأجر مثل أجره. نعم. وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال ما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. يعني من مواضع الإجابة موضعان: عند الأذان إذا تابع المؤذن ثم دعا
فإنه يستجاب له بإذن الله. والموضع الثاني عند التحام البأس، يعني القتال، إذا التحم القتال بين المسلمين والكفار فإن الدعاء لا يرد عند هذه الحالة. نعم. وله بسند صحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا وأنا. نعم، إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا، يعني وأنا أشهد بذلك، فدل على أنه يكفي أن يقول أنا، وإذا قال وأنا أشهد بذلك فلا بأس. نعم. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. وهذا الحديث فيه فضل متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول، إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإلى آخر الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا قدرة للإنسان على أن يأتي ويجيب المؤذن إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الاستعانة بالله عز وجل. نعم. وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان. هذا مثل ما سبق أنه يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن، إلا إذا قال قد قامت الصلاة فإنه لا يقول قد قامت الصلاة بل يقول أقامها الله وأدامها، هذا دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق لإقامة الصلاة واستدامتها. نعم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا فيه بيان فضل الدعاء بعد الأذان، يعني يقول كما ورد في الحديث يتابع المؤذن ثم إذا فرغ المؤذن من الأذان فإنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعاء يعني الدعاء إلى الصلاة التامة يعني الكاملة، واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام، آتي محمدا الوسيلة وهي قصر في الجنة لا ينبغي إلا أن يكون لنبي، وقال صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، يعني هو الذي يعطى هذه الوسيلة وهي هذا القصر
الذي في الجنة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، في قوله تعالى وعده الله في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك حينما يتضايق الناس ويشق عليهم القيام في المحشر 50,000 سنة وهم قائمون على أقدامهم حفاة عراة غرلا، فيطلبون من الأنبياء أولي العزم من يشفع لهم في إراحتهم من الموقف، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف أن يريحهم الله من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. نعم، فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه.